بنرحب فيكم مع هالفقرة الجديدة، مكملين معكم مع برنامج وورد 2016. اليوم رح ننشئ ملف فاضي من الصفر، ورح نبدأ ندخل النصوص ونعدل على نصوص مكتوبة مسبقا. أول ما بفتح البرنامج بتجيني الصفحة الفاضية وبلاقي المؤشر عم يومض، يعني انه جاهز ليستقبل النصوص يلي انا بدي ادخلها. مؤشر الماوس اذا انا حركته على اليسار بيعطيني الاربع خطوط هي الصغيره اللي عم تطلع على يمين المؤشر، يلي هي محاذاه النص الى جهه اليسار. واذا اشرت بالمؤشر بالنص بنلاحظ الخطوط صاروا تحت المؤشر، يعني تنصيص النص. وإذا حركته على اليمين بصير بقدر أني خلي النص تبعي يبلش من اليمين إلى اليسار، أو محاذاة النص إلى اليمين. إذا ضغطت ضغطتين بالماوس لاحظ المؤشر صار عندي عم يكتب من اليمين إلى اليسار. إذا حركت المؤشر على النص وكبست مرتين بالماوس بلاحظ الكلام بيظهر بالنص. طبعا مو بالضرورة اني انا احدد اول شيء وين بدي النص تبعي يظهر، اي نص بقدر اني احدده بالماوس. ومن خلال ازرار المحاذاة هاي الثلاثة اللي هي يسار منتصف يمين بقدر اني احدد هذا النص وين بدي اياه يكون. فرضا بدي اياه على اليمين بحدده بضغط يمين، بلاحظ صار على اليمين. نفس الشيء هاي لو انا حاببها تكون على اليمين بحددها بضغط محاذاة إلى اليمين بصيروا على اليمين. نفس الشيء أنا بقدر أني أحدد كامل النصوص اللي أنا كاتبها، بحيث أني بأشر بالماوس بس ببساطة بسحب على النصوص اللي بدي إياها وبضغط تنصيص. فرضا لاحظ أنه الكلام عندي إجا على النص. بأي وقت حابب أنه أنا أعدل على النص اللي أنا كاتبه فقط بضغط بالماوس على الكلمة وببدأ كتابي. مرحبا يوتيوب. الكلمة يلي أنا بدي أمحيها ممكن إني أحددها بشكل كامل وأضغط Backspace على الكيبورد لحتى يمحي لي الكلمة. بأي مرحلة بحس إنه أنا غلطت ومحيت الكلمة ما لازم نمحيها بقدر اني اضغط على زر الرجوع او اندو اللي هو الرجوع خطوة للوراء. برجع 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 برجع، قد ما ضغطت على الرجوع بيعطيني خطوات، بيعطيني كذا خطوة لوراء بحيث انه انا اقدر اتفادى الخطأ يلي عملته ورجع الشيء اللي انا كنت كاتبه. في حال كمان رجعنا خطوة زيادة لوراء بقدر عن طريق هذا السهم يلي هو ريدو او اعادة بقدر اني رجع الشيء يلي انا كنت شاغل عليه. طريقة تانية لتحديد الكلمات او الاحرف يلي انا بدي احددها، خلونا نكبر شوي بس. مثل ما انا شايفين المؤشر بقدر اني انا اتحرك بالاسهم على الكيبورد. انا عم حرك هلأ يمين يسار، بالضغط على زر شيفت وضغط السهم اليمين بحدد الرجوع لورا، وبالضغط على زر يسار بحدد الى جهة اليسار. فرضا انا كنت خربت بحرف هون مثلا او حرفين ايا يكن، بضغط على شيفت يسار يسار بالسهم باكسبيس لحتى صلح الخطأ يلي أنا عامله. بهالحالة يعني نحن منكون تعلمنا كيف ندخل نص جديد، كيف نعمله محاذاة إلى اليمين أو إلى اليسار أو تنصيص، بالإضافة إلى تحديد النص أو إدخال نص جديد. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. تابعوا معنا القناة، بنلاقيكم بمقاطع جديدة إن شاء الله.